كان ضروري أنها تندرج في سياق الرقمنة اللي بدينا ابتداء من 2019 تن خضعوا لها. جميع المراحل ديال التحضير ديال الاحصاء العام للسكان والسكنه كانت بكيفيه مرقمنه، والان وصلنا للمرحله ديال التكوين، واللي غادي يكون بالتكوين عن طريق التكوين عن بعد معتمد على منصة إلكترونية، وعلى كذلك منصة اللي قبل من التكوين هي منصة اللي غادي تمكن المترشحين باش يساهموا في الإحصاء يدوزوا منها، واللي هي منصة ديال الانتقاء ديال الناس اللي غادي يكونوا اللي غادي يمكن لهم يشاركوا في الإحصاء، واللي خصهم يتكونوا قبل ما يوقع الاتفاق معهم على المشاركه في الاحصاء. اليوم قدمنا انطلاقه ديال المنصه الرقميه لتسجيل وانتقاء المشاركين ولا المترشحين اللي غنختارهم باش يقوموا بانجاز الاحصاء ديال 2024. هذه المنصه الرقميه اللي تتندمج في سيار التحول الرقمي اللي انتهجته المندوبيه الساميه للتخطيط من 2019 للمترشحين اللي عندهم 20 سنه فاتحين وتنتميوا يا اما الطلبه يا اما حاصلين على الدبلوم سنتين بعد البكالوريا او الموظفين، تيمكن لهم يقدموا بهذا الطلب الترشيح عبر هذه المنصه. غيدوزوا واحد خمسه المراحل، اولا تسجيل بطريقه سلسه عبر استمارة الكترونيه، ثانيا غيكون هناك انتقاء اولي لحوالي 200,000. هاد 200,000 اللي غيتمكنوا باش يدوزوا المرحله الثالثه اللي هي تكوين عن بعد، اللي غيدوم مده ديال ثلاثه ديال الاشهر من شهر مارس الى شهر ماي. من بعد هذا التكوين عن بعد غيتم استدعاء المرشحين اللي كملوا اللي اجتازوا بنجاح هذه الحصص التكوينيه من اجل مقابله انتقائيه حضوريا على مستوى الاقاليم والعملات، من اجل الانتقاء النهائي ديال 55,000 مترشح اللي هما غيشاركوا في الاحصاء، وهادو قبل ما يتوجهوا للميدان غيستافدوا من واحد الحصص تكوينيه حضوريا في نهاية شهر غشت باش يكونوا جاهزين إن شاء الله باش يقوموا بجميع المعطيات ابتداء من فاتح شتنبر إلى غاية 30 شتنبر 2024. الاستمارة اللي هي قليلة اللي هي خفيفة من ناحية ديال العدد ديال الأسئلة غادي تكون لجميع المغاربة، جميع ماشي المغاربة، لجميع السكان ديال المملكة، كل الأسر اللي ساكنة في المملكة.